عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير، تكونوا بصحه جيده. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو الوغ اليوم نهار جديد، نهار مشمس صراحه. اليوم كاين واحد الجو، يا سلام جو غزال بزاف، واحد الدرجه ما تصوروهاش. الوغ اليوم غادي نديكم معايا واحد البلاصه اللي بصراحه زوينه يستحق ان الواحد يجي ليها. المهم باش ما نحرقش لكم كاع لي ديتاي، طبعا غادي تشوفوا معايا في الفيديو. المهم خليكم معايا. واخيرا غادي نشموا الريحه ديال البحر، يا سلام. عرفتي شحال هادي بيني وبين البحر؟ امتى جينا للبحر؟ امتى جينا لهون البحر لهذا المكان؟ صار اكثر من شهر. اكثر قبل ما غير اكثر شي شهرين ولا ثلاثه ما جينا للبحر. جاو شتي شو بسوي بالبحر؟ شتي قبل ما بغيتي تبان اليوم في الفيديو، مالك حشمتي؟ لا ما قلت لك جاو شتي شو بسوي بالبحر يعني. ايه والله العظيم اليوم كاين صافي دخل الصيف عادي. ما شاء الله صافي خلص الصيف. هادشي واحد البحر ما نعاودش ليكم، غزال غزال غزال. هادشي ما كرهتش دابا نتلاح فيه، واحد الله العظيم شوفوا هذا البحر. المهم خليكم معايا. قولي نعلم بيعدي بيع بوين؟ اي اي الراجل كيعرف عندي. شو يدك لعندي؟ من ودك لعندي؟ مين روحك لعندي؟ طبعا انا مع مين رحنا؟ مع مين رحنا؟ كيف يعني انا وانت بس صح؟ وي خصكم تشوفوا فين طلعنا. فين طلعنا عادي؟ فين طلعنا من مشينا لعندي؟ فين طلعنا؟ باش طلعنا؟ طلعنا بشي طلعنا في ها بالجمال بالجمال. ما شاء الله كان مخلوع علي مساكين. شوفوا شوفوا على بلاصه ما شاء الله ادوغابل مانيفيك لواحد الدرجه ما تصوروهاش، غزاله بصراحه هاد البلاصه. واحد الحاجه نسيت ما شرحتش لكم في الفيديو شنو سميت هاد البلاصه. المهم هاد البلاصه سميتها اورتاكوي، صراحه ما بين احسن بلايص ممكن تجيو لهم هنايا في اسطنبول. بلايص نقيين بزاف ومنظمين، طبعا كيف ما كنقول لكم طبعا كنقول لكم منظمين يعني بامكانكم انكم تجيو مع العائله ديالكم كذا. الو غادي تسولوني نعم باش معروفه هاد البلاصه. الو معروفه هاد البلاصه بالكافيات وعندهم واحد الاكله هنايا خاصه. مثلا كيفاش ننصح لكم؟ كيف ما شفتوا معايا في اللقطات اللي قبل كتشوفوا بحال لي بتي سناك، عندهم واحد الاكلات كيديروا في الخبز، كيديروا بطاطا ومخلطه فيها الزيتون وكذا. المهم هاد البلاصه مشهوره بهاد الاكله وما كاينش شي واحد. شو اسمه؟ شو؟ كومبير. كومبير اسمها كومبير. هاد الاكله ما يمكنش شي واحد يجي هنايا وما ياكلهاش بصراحه. وغير هذا الشيء
كيف ما وريتكم في الفيديو كاينين مراوات اللي كيجيو هنايا كيبيعوا داكشي اللي كيديروا شي حاجه اللي تقليدي كما ديجا وريت لكم في اللقط اللي قبل من هذه اللقطه ترى شي حاجه زوينه. ها دابا شنو غادي ندير؟ فين غادي نديني دابا؟ فين غادي نطلع لك؟ راح ناخذ من هنا بعض الباجلون اللي يجي يشوف القفير بعض القفير شوفي عندنا نتمشى شوي بس ما في مكان كثير بعد اورتوغرافي مكان على البحر باش نتمشوا هون فيت كم تاخذوا بالسفينه رحله ساعه غادي تطلع للسفينه اكيد فهذا السفينه ما تاخذ رحله ساعه عملت دخلت يعني من قرد اوروبا ولغايه بسهيل ساعه لفه من الجسر الاول للجسر الثاني وبعدين ما توصل ترجع لنفس المكان يعني شو الحاجة فيها الحلو نفس المكان ما دخلت كنت بترجع كنا نفس المكان ما فيك يعني ما بتضيع هذا السفينة وهذا البلاصة كتطل حتى على هذا اللي ورانا هذا اللي ورانا عم نشوف هذا الجسر المعلق أول جسر معلق في اسطنبول أول جسر معلق في اسطنبول بال 1973 بنوا هذا الجسر ما شاء الله هذا المكان هذا المكان ما نخليكم معايا شكرا والله العظيم أي طلع لي مسكين في اليخت يا الله يا حبيبي شكرا 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 هاي عم يطلع هاي زعما سيستي كبير تا او علي غادي يمشي يخدم لينا اليخت انا فوق البيلوت البيلوت ديال اليخت صراحه اليخت زوين بزاف ونقيه عاتي الهواء شي كيدوخ والله شي ما غنطيح البنات ما علم واش كيتميل وكذا عاتي كنحس براسي كنحس براسي غادي نطيح هنايا والله المهم انا غنوريكم واحد المنظر اللي غزال بصراحه منظر اللي زوين بزاف فوالا احنا خدينا هاد الفوق بصراحه باغيين نجلسو هنايا الوغ كتاخد الكرسي ديالك حط لي اخويا عافاك كرسي خويا وي حط لي يا حبيبي الكرسي ديالي يعني اخويا لاصقه لي انا فمي يا سلام على الكلام محلاها عم تشوف كمان الجسر Thank you.
Passion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't be walking away, yeah. I'm a fool, yeah, I gone love blind, and ooh, yeah, got my heart out, it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, cause you know it's good, oh baby. صراحه كان عليا نجمع شعري. المهم هذه اليخت كيدير لكم جوله ما بين قاره اوروبا وقاره اسيا. مثلا انا المهم نوريكم قبل. المهم انا بديت ناكل، خدينا هذا دروم. عرفتي علاش كيقولوا لي دروم؟ حيت ملفوف يعني مجموع، ماشي عاطينه لك في الطبسيل ولا شي حاجه. المهم هذا محشي بالكفته وبالبطاطس، وطبعا ما تبقى البصل والطماطو والربيع. بصراحه شي غسل بزاف بحكم انني اول مره غادي نجربه. المهم خدينا من هذا لا مارك، فوالا دروم لي. اليوم شاركت معكم بزاف ديال الحوايج صراحة. المهم كيف ما قلت لكم جينا نتغداو في هذا الموعد، لدرجة أنه من كنوريكم ما قدرتش نهضر، يعني ما قدرتش ندوي قبل ما نوريكم الماكلة وكذا، كان فيه واحد الجوع لا يرتلى. ألوغ دابا جينا لواحد الكافيه هنايا في المنطقة صراحة، كافيه زوينة ونقية اللي ديجا وريت لكم قبل من هذه اللقطة. وبصراحة خدينا غير كاس شاي كبير، صراحة هذه المرة كبير ما صغيرش، خدينا الشاي باش نهضمو داكشي اللي كلينا. ايوا هذا مكان حيت فريمون داك الدور اللي خدينا كان كبير بزاف، كان معمرين ومزيان. ايوا دابا حنايا جالسين مع بعضياتنا، طبعا كيف ما قلت لكم كاين حتى الصديق ديال راجلي. ايوا حنايا ¿Qué te lo pasa?